لا يوقف عمله في حياتكم مهما كان اللي مررتوا فيه، مهما كان. ورجائي وانا اقول مهما كان، انا ما بعرف اللي انتم مررتوا فيه، انا ما بعرف. بس في شخص بيقول فحص القلب ومختبر الكلام، ولا شيء ولا شيء بيقدر يتخبى عنه، بيعرف افكاري، بيعرف كلماتي، فحص قلبي، بيعرف السرائر، الاسرار اللي احنا بنخبيها عن كل الناس، هو شايفها وعارف مهما خبيتيها ومهما خبيت على الاخرين. ولا شيء من اللي احنا بنعمله او اللي صار في حقنا يوقف عمل الله في حياتك، ولا شيء. ومين قال انه احنا بنفاجئ الله؟ بتقول في كثير ناس بيجوا بيقعدوا معي، لو بتعرفي انا شو سويت، لو انا ما عرفتش، ولو اللي انت عملتيه او انت عملته هالقد صعقه لإلي، الله عليه مفاجئ؟ جابوني بتفاجئ الله اللي بيعمله؟ اوعكم تفكروا بتفاجئ، اصلا هو جابنا، هو عارفنا، عارفنا واحنا في مخبانا، ولما فيش حدا شايفنا هو عارفنا. شو احنا نفاجئ الله؟ فيش مفاجآت على الله، فولا اشي احنا بنعمله، ولا شيء تكب يعني بحقنا مخفي على الله، بتفاجئ الله او مصعوق او مصدوم. هالقد صار فيكي؟ هالقد صار وانا معيش خبر؟ لا، عارف. مش يعني عارف انه هو بيرضى، الله لا يرضى بالشر. الله غير مجرب الشرور، حتى الاشياء بتصير حوالينا ونسمع عن الام، امراض، مصائب. الله ليس هو المجرب بالشرور، بنعرف مين هو المجرب. تعرفوا شو اسم مين هو المجرب؟ الاسم المجرب المشتكي منه الشيطان. كثير امرات بننسى بعمل الشر لله وبنقول يا رب ليش انت بتجربنا بالشر؟ الله غير مجرب الشرور. اذا حدا بجربك هو الشيطان. جربك حتى يسقطك من ايمانك وثقتك بتصديق الله وموعده. وفي الشيء بيعطل خطه الله لحياتكم. بدي اعطيكم مثل صغير. مين بسوق سيارة هون؟ أنا بسوق سيارة كمان كبيرة. مين بسوق سيارة؟ طيب، لما بسوق سيارة عندنا إحنا مراية، صح؟ وين المراية موجودة؟ قدامي. قديش كبرها؟ هيك بالإشارات بالإيدين كلكم بدي أشوف قديش كبر هاي المراية؟ صغيرة. هالقد صغيرة. هالقد صغيرة، صح؟ هاي المراية الصغيرة شو واجبها؟ إيش وظيفتها تورجيني؟ اللي ورا. المساحة المكشوفة قدامي قديش لازم تكون مكشوفة بحسب الأزاز؟ صح؟ عمركم فكر ليش السيارة طب ما عملوش هيك بس أزاز مفتوح قدامي بالضبط أشوف اللي قدامي؟ بكفي؟ بكفيش. بكفيش أشوف بس الأزاز هالميك مفتوح لشباك، أنا بدي أسوق السيارة كلها هي مخطة بحديد وبدي أشوف بس اللي قدامي؟ لا، بزبطش. زي السيارة نحن محتاجين مراية هالقد صغيرة، بس هالقد صغيرة نطلع فيها على الماضي بس عشان يعلمنا نحذر واحنا نسوق لمستقبل كبير قدامنا عظيم. الله بيقدر يدخلني ويدخلك ويدخلكم لإله. مش محتاجين نضلنا عالقين واحنا ماشيين هيك. هلا انا وانا خلينا اقول بجهلي رجعت ضليتني ارجع وارجع 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 وانا مش شايفه شو راح يصير لي كمان شوي؟ رح اوقع. رح ايش؟ نكست كلبي عليك. لو ضليتني انا راجعه هلا لورا شو رح يصير فيي؟ رح اوقع. بتعرفوا ايش؟ سببت قلبك. لو هلا انا طيب